بسم الله الرحمن الرحيم. عود كريم مبارك مع دستور الارض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه على مسامح حضراتكم فضيلة الجاري الشيخ ماجد أسامة الشتي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. فاستغفروا لذنوبهم
بسم الله الرحمن الرحيم وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين أعدت للمتقين وسارعوا السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله one
نعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى للمتقين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان وهدى وموعظة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس
الناس وهدى وموعظة للمتقين. يا رب يا رب يا رب يا رب. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأغلون إن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا
تابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. عشتم أيها السادة مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشتي القارئ والمقيم بمدينة أشمون. أيها السادة تقبل الله عزاكم وسعيكم مشكور جميعا.